أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة الصنهاجي للغات والدروس. هذه المرة مع سلسلة تعلم اللغة الفرنسية مع الدرس الأول من مستوى A1، يعني A1. فعلى بركة الله نبدأ بتدريس اللغة الفرنسية مع الحروف اللغة الفرنسية أو الأبجدية باللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية كغيرها من اللغات اللاتينية هناك 26 حرفا. نبدأ على بركة الله بالحروف الكبيرة ثم الحروف الصغيرة ثم طريقة النطق. أ أ أ بي 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 سي C, C, D, D, T, E, 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 F, 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 G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 K. هذا حرف كي، هناك حرف ك، هناك حرف كي، 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 R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 W, 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 X, 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 Y, 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 Z, Z, Z. طريقة النطق هنا، هذه هي طريقة النطق بالنسبة للحروف اللغة الفرنسية. بالنسبة للحروف اللغة الفرنسية هناك حروف متحركة وحروف ساكنة. الحروف المتحركة على سبيل المثال هي أ، أ، إي، كما نلاحظ هنا أ، أ، إي. هذا أيضا أو أو قلنا أو قلنا أو وكذلك اي 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 إذن الحروف المتحركة عددها كم؟ نقوم بحسبة أو بحساب، عفوا، واحد، اثنان، اثنان، ثلاثة، إي يعني ثلاثة، أربعة، أو، خمسة، إي، خمسة. إذن خمسة أحرف متحركة وواحد وعشرون حرفا ساكنا. يعني الآن سننتقل إلى هذه الحروف، إلى حصة الاستماع من أجل التعود على سماع هذه الحروف.
إذن هذه هي كل الحروف التي تخص اللغة الفرنسية، فبحول الله في الدرس القادم سوف ندخل إلى دروس أخرى متقدمة. نتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم، وإن أعجبكم درس اليوم فحاولوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، وكذلك فعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديد في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. هناك لغات أخرى إن شاء الله سوف نبدأ بها لاحقا، وكذلك لا تنسوا تعليقاتكم إنها تهمنا وهي التي توجهنا لكي دائما نعطيكم الأفضل والأفضل. وشكرا على اهتمامكم، وإلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.